السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المميزات اللي بتميز نبات التغميد الذهبي هو إن النبتة دي بتنجح زراعتها داخل المنزل وخارج المنزل، وإن شاء الله بإذن الله هنعرف أثناء الفيديو إمتى تنجح زراعة البرميل الذهبي داخل المنزل وإمتى تنجح خارج المنزل والفرق بين الطريقتين. نبتة الصبار الذهبي أو البرميل الذهبي دي أنا اشتريتها مع مجموعة نباتات، وشفنا في فيديو سابق ازاي بختار النبتة وازاي بشتري النبتة وازاي بفحص النبتة عندي قبل ما اشتريها واتعامل ازاي مع كل نبتة. وهنا هنشوف ازاي نتعامل مع نبتة البرميل الذهبي وايه الاخطاء اللي اغلبنا بيقع فيها بعد ما يشتري نبتة الصقار الذهبي وازاي بيحافظ عليها وازاي بيحملها ويتميت. الخطأ الاول هو تغيير رصيص النباتات بشكل عام بعد ما يشتريه من المشتري، وده اكبر خطأ بيقع فيه. مبدئيا النبتة اللي حضرتك اشتريتها النهاردة من المشتل لو ما اشتريتهاش النهاردة وفضلت في المشتل، صاحب المشتل ما كانش هيغير الاستيس وكانت هتفضل في الاستيس بتاعها يوم واثنين واسبوع وثلاثة وشهر واثنين. مش شرط ان احنا نشتري النبات من المشتل ونغير الاستيس. طب ليه؟ ليه؟ لان النبتة لما بتتنقل من المشتل للمنزل عند حضرتك، وده بشكل عام مش تحديدا لصبار برميل لكن بشكل عام، ان النبات لما بيتنقل من المشتل للبيت بيتغير الحرارة وبتتغير الرطوبة وبتتغير المكان وبتتغير الإضاءة وبتتغير كل التعامل وكل المعاملات اللي هو عايش فيها النبتة بتتغير ما بين المشتل للبيت، فبالتالي سيادتك بتيجي تجهد النبتة كمان ويتغير الاستيس، فهنا بتغير التربة وبتغير المية الطرية وبتغير كل النبتة. فكل العوامل دي دافع اساسي ان النبتة اصلا تنتحر وتموت. ففي النهاية انا هنتظر على النبتة لمدة اسبوع 10 ايام اقل شيء، وبعد كده لو النبتة محتاجة لتغيير استيس هغير استيس، لو مش محتاجة لتغيير استيس فبالتالي مش هغير استيس. الخطأ التاني اللي اغلبنا بيقع فيه هو ري النباتات بشكل خطأ. كل نبتة ليها طريقة مختلفة في عملية الري، وهنا نبتة البرميل لو رويتها بالطريقة التقليدية فبالتالي انا بحكم عليها بالاعدام، والصح هو ان احنا نروي نبتة البرميل عن طريق الطبق. هو ان احنا بنجيب طبق ونحط فيه النبتة، وكمية المي اللي في الطبق بتكون على ارتفاع سنتي لنص سنتي من النبتة ما دام ان الاصيص عندي صغير. بنفس الطريقة هترك النبتة شوية لحين ما يبدأ منسوب المي يخف او لحين ما ابدأ اشوف التربة بدأت تترطب، بعد كده طلع النبتة من الطبق. وهنا اصبح شكل النبتة بعد مرور شهر تقريبا يعني 28 يوم اللي هو هنا في تاريخ 25/4/2020. النبتة عندي بوضع جيد، وهنا النبتة اتأقلمت على الجو وعلى درجة الحرارة وعلى نسبة الرطوبة ويتأقلمت على المكان الجديد وعلى ماء الري اللي عندي. قد يكون المية اللي عندي فيها نسبة كلور عالي والمية اللي فيه المشتل مية معتدلة، وقد يكون العكس. ففي النهاية انا هنا النبتة لسه حية وضمنت ان النبات او النبتة اتأقلمت على كل العوامل الجوية بما فيهم الحرارة والرطوبة من الجو والإضاءة وعملية الري. حجم النبتة اصبح كبير، واصبح حجم النبتة اكبر من الكيس او السيس اللي هي مزروعة فيه، فهنا اصبح حتما لازم اغير السيس النبات. وده الخطأ الثالث اللي اغلبنا بيقع فيه هو تغيير السيس البرميل بالطريقة التقليدية. والطريقة الصحيحة هنا هو ان انا ازرع نبتة البرميل بالقصيص القديم في قصيص اكبر من القصيص القديم، بحيث ان القصيص القديم او الكيس البلاستيك اللي البرميل مزروع فيه بحيث ان يكون ده هو الجزء اللي بيحمي المجموع الجذري من الماء. الكيس القديم فيه فتحات، الفتحات دي هيتسرب ليها الماء او هيدخل منها الماء للبرميل والبرميل هيشرب. لكن لو كان البرميل مفتوح تماما او التربة مفتوحة تماما مع الماء فبالتالي وارد ان البرميل يتأثر بزيادة الري، لكن بالطريقة دي صعب جدا ان البرميل يتأثر بزيادة الري. كده يبقى انا هزرع البرميل في الاستيس الجديد بالكيس البلاستيك القديم او بالاستيس القديم، وهراعي نقطة اساسية اثناء تغيير الاستيس. النقطة دي هو ان المجموع الخضري او الكرة اللي امام حضرتك او المكان اللي فيه الاشواك ما يلمسي التربة الزراعية عشان ما يلمسي الماء يبدأ في عملية التعصب. المنطقة دي هتكون اعلى التربة، ومنطقة البذور او منطقة الكيس هتكون في اسفل التربة. بنفس الطريقة هفتح فتحة في منتصف الاستيس الجديد وهثبت فيه
البرميل بالقسيس القديم بنفس الشكل، ليها كم قسيس تربه زراعيه وتقفل عليه بشكل جيد. بعد كده هروي البرميل، وزي ما اتفقنا باستمرار ماء الري هيكون خارج القسيس القديم، خارج الكيس البلاستيك اللي مزروع فيه البرميل. هحافظ باستمرار على ري البرميل بانتظام، وهحافظ باستمرار على ان ميه ري البرميل تكون خارج القسيس القديم في التربه الزراعيه اللي احنا حطيناها في القسيس الجديد. هنا في تاريخ 22/5/2022، يعني تقريبا بعد مرور شهر من تغيير القسيس الاول، وبعد مرور شهرين من ما اشتريت نبته البرميل، في تاريخ 22/5/2022، ما شاء الله النبته في وضع جيد، في وضع النبته ممتاز جدا جدا. وهنا الخطأ الرابع اللي اغلبنا بيقع فيه، الا وهو تسميد النبته او تسميد البرميل، او بمعنى ادق الافراط في تسميد نبات البرميل. نبات البرميل زيه زي اغلب انواع الصبغات ما بيحتاجش ليه تسميد نيتروجين عالي، ما بيحتاجش ليه تسميد بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم عالي. نبات البرميل بيكفيه كل شهر مره اي نوع من مصادر النيتروجين. السماد العضوي يكفي مره في الشهر، سماد 28/14/14 يكفي، سماد 40/10/10 يكفي، سماد 40/10/4 اي مصدر من مصادر النيتروجين يكفي مره واحده في الشهر لنبته البرميل. واغلبنا بيسمد البرميل باسمده كتيره، وده اللي بيأثر على نبات البرميل. هختار مصدر النيتروجين وهستمر عليه لنبات الصبار البرميل على مدار العام لحين ما اوصل لموسم الخريف. هغير برنامج التسميد عندي لمصدر من مصادر الفوسفور، زي ال 12/61/0، زي ال 18/44/0، زي المونوبوتاسيوم اللي هو 0/52/34. المصدر اللي هيتوفر لي اي مصدر من مصادر الفوسفور العالي هبدا استخدمه بدايه موسم الخريف، وده عشان استعد لموسم التزهير. هنا ما شاء الله في تاريخ 24/8 وضع النبتة ما شاء الله ممتاز جدا جدا، يعني تقريبا بتتكلم بعد مرور 3 شهور او بعد مرور 5 شهور من ما اشترينا نبات البرميل، النبتة ما شاء الله طبعا ممتاز. هنا في تاريخ 31/8/2022 اصبح نبات البرميل ما شاء الله نفس الشكل نفس الوضع، وما زال الكيس البلاستيك موجود بيحمي نبات البرميل من زيادة الري ومن مشاكل الري. نبتة البرميل زي ما حضرتك شايف وضعها ممتاز وبتنمو ما شاء الله بشكل ممتاز جدا جدا. وهنا الخطأ الخامس اللي ممكن اغلبنا يقع فيه، الا وهو تحديد مصير نبات البرميل. عندي مصيرين لنبات البرميل. المصير الاول هو ان استمر على رعاية نبات البرميل بنفس الشكل ويكون داخل المنزل وازين به المنزل، والمصير الثاني هو ان انا ازرع نبات البرميل او انقل نبات البرميل خارج المنزل عشان اوفر له اضاءه قويه عشان النبته تبدا تظهر عندي، وده بيكون في موسم الخريف. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، هنشوف مع حضراتكم ان شاء الله فيديو قادم عن عمليه تسميد نبات البرميل وتحفيز نبات البرميل على عمليه التزهير. لو حضرتك شايف انك استفدت من محتوى الفيديو ما تنساش محمد يدي دعوه طيبه، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومه مفيده، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا لايك لان التبليغ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.